السلام عليكم ورحمة الله بكم إلى الموجز الرياضية. يغادر فريق سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لفنون القتال المختلطة أرض الوطن متوجها إلى مدينة برمنغهام البريطانية، وذلك للمشاركة في بطولة أوروبا الدولية المفتوحة التي نظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع الاتحاد البريطاني للعبة في الفترة من 19 وحتى 22 من نوفمبر الجاري. أحرز اللاعب حسين شاكر ثلاثية في الثواني الأخيرة قادت فريقه الأهلي لتحقيق فوز ثمين على المنامة ب80 نقطة مقابل 79، يتأجل بذلك حسم هوية بطل مسابقة كأس السوبر لكرة السلة إلى مباراة فاصلة ستقام يوم الأربعاء المقبل، حيث تقاسم الفريقان الفوز في النهائي الأول والثاني. وشهد اللقاء تألق اللاعب حسين شاكر بعد أن سجل 22 نقطة للأهلي، فيما كان أبرز مسجلي المنامة اللاعب محمد كويد برصيد 18 نقطة.